سمير وسميرة اتفقوا النهارده على قعدة مصارحة. سميرة قالت له بص أنا عايزة أسمع رأيك بصراحة وبأمانة في ولادنا وفيا، وبوعدك إني هقول لك كمان رأيي بصراحة لو في أي حاجة. قال لها أنا ما عنديش أي مانع. قالت له ها إيه رأيك فيا أنا؟ قال لها أنا بشوفك مغناطيس، بشوفك قوة غير عادية بتجذبي الناس كلها حواليك، حضورك حضور مميز جدا، أنا شايفك أن أنت هدية من ربنا لي. قالت له ده كلام كبير قوي علي يا سمير، طب إيه رأيك في أيمن ابننا؟ قال أيمن بيتمتع بكاريزما، أيمن أنا بشوف فيه أنه بيقدر يشد الناس تسمع له، بيتمتع بنبرة صوت راقية. قالت له طب وفاء بنتنا؟ قال لها وفاء دي بنبناية، دي خفة دمها تدوب أي ضيق وأي حزن، دي ابتسامتها بتسحر كل البيت. سميرة قالت له أنا مش محتاجة خلاص أسألك ولا محتاجة أقولك، إنما اللي أنا عايز أوصله دلوقتي إنه حرف الجيم في أبجديات السعادة الأسرية النهاردة بيقول الجاذبية. كل واحد من أفراد الأسرة ليه جاذبية خاصة، ليه جانب مشرق جدا في حياته، كل واحد في حتة كده منطقة بتخلينا كلنا واقفين ومحوطينه وعايزين نستمتع بيه. الأسر السعيدة وأبجديات السعادة الأسرية حرف الجيم جاذبية، لأن لما بيغيب حرف الجيم ولما بتغيب الجاذبية بيتولد النفور، ويبقى كل واحد مش طايق الآخر، كل واحد شايف عيوب الآخر، مش قادر يشوف مكامن القوة اللي عنده. تعالوا كده ندعي من ربنا يفتح عينينا ونشوف جاذبية كل واحد في أفراد أسرنا إزاي. تعالوا نقوي ده ونشتغل على ده، ساعتها هنكون أسر سعيدة وأسر فرحانة، مش كده ولا إيه؟